طب اسمعي النكته دي. واحده متهمه عندي في الاداب، ابنها بيقول لها ماما ماما انا بحبك قوي يا ماما، قالت له خلينا اصحاب احسن. تقلي معارك هنا حيوان انت. اسف يا ابي، انا لقيت حضرتك اتاخرت، قلت انا اعمل شويه تليفونات مهمه. شويه تليفونات من تليفون الشغل؟ فاهم نفسك انك في بيتكو؟ حاجه غريبه. ايه يا جماعه، يلا جهزوا بسرعه وتعالوا لي، مفيش وقت. حازم امشي دلوقتي من وشي، لحسن انا عفاريت الدنيا بتتنطر في وشي ومش طايق اشوفك. انت هتقرفني في البيت وهنا كمان؟ انت ايه اللي جابك اساسا؟ مش حضرتك اللي قلت لي تعالى ورايا على الاداره يا ابي؟ قلت لك 100 مره ابي دي هناك عند اختك فوزيه في البيت، هنا على سياره اللواء، فاهم؟ يا ابي قلت لحضرتك 100 مره انقلني عندك في المخدرات واستفيد من حماسي. حماس ايه ونيله ايه؟ استنى لما اشوفك هتعمل ايه في قضيه سينما السيارات. يا اخي ما تقبضش على واحده وهي بترضع ابنها. ما هو يا حبيبي يعرضوا افلام كرتون. استنى بره يا حازم، استنى بره يا حازم. افلام استنى بره. اسف يا باشا. ايه يا جماعه عملتوا ايه؟ تمام يا فندم، حضرنا صور ضباط دفعه 2001 زي ما حضرتك امرت، وفاضل ان سعادتك تختار الراجل المناسب للمهمه. كويس، فرجونا الصور بقى بسرعه. يا رب. ايه يا جماعه ده؟ في ايه؟ احنا عاوزين ضابط نزرعه وسط طلب الجامعه، مش وسط مجرمين في سجن. ايه ده؟ ماشي. دي دفعه 2001؟ دي دفعه عرابي اللي انتوا جايبينهم، انتوا جايبينهم منين دول؟ ماشي. ده بالذات لا خالص، تشيلوه. ده مش بس هيبوظ لنا المهمه، ده هيموتنا احنا شخصيا ويخوف الطلبه في الجامعه. الولد ده شكله وسيم، ايه رايكم؟ مظبوط يا فندم، صورته بتنطق. اسمه ايه الولد ده؟ ده بسيوني، عبد السلام البسيوني يا فندم. ابن اللواء عبد السلام بسيوني يا باشا. ايوه. ده اللي كان عامل قلق في الداخليه ايام خدمته حضرتك. عارفه، اكيد الولد ده واخد قلب ابوك جامد. هو ده. تعالى يا حازم. عمرك سعاده الباشا. قول يا حازم، انت لسه فاكر زمايلك بتوع الدفعه؟ الا فاكرهم يا فندم، ممكن اوصفهم لك واحد واحد يا فندم. لا مش اوصاف، مش للدرجه دي، انا بسالك عن مجرمين، انا بسالك عن دفعتك. في واحد فيهم اسمه بسيوني، عبد السلام بسيوني. بسيوني بسيوني يا باشا، ده عشره عمري، ده توأم روحي يا فندم. والله ده عشرة الكلية وفصيلة دم واحدة، ده احنا عشنا مع بعض أكتر ما عشت مع حضرتك وفوزية أختي سعادة. يا أخي وطي صوتك شوية. تحت أمرك يا باشا، بس لو في حاجة الواد عملها قول لي يا باشا وأنا أدبه، وده دفعته وأعرف أتصرف معاه كويس يا فندم. مفيش حاجة، أنا بجمع بس شوية معلومات عنه. من ناحية المعلومات يا باشا، أنت جيت لقناة المعلومات كلها. الواد بصراحة فندم بسيوني بسيوني ده بالذات أخلاق وذكاء وابن ناس ومتربي كويس أوي يا فندم. برافو. بس ليه يا باشا سعادتك يعني بتجمع عنه في الحقيقه؟ حازم هو مترشح يتنقل عندنا هنا في المخدرات. ده واطي يا فندم. نعم؟ واطي. مين ده؟ الواد ده بالذات اوطى واحد في الدفعه، تصدق؟ لا يا فندم سعادتك. بسيوني؟ واخلاقه مش كويسه. الله. ولعلمك يا فندم، ولا انا يا فندم ما احبش اتكلم على حد وحش. انت هتقول لي؟ سعادتك يعني ايه؟ طب وفصيله الدم؟ دم ايه يا باشا؟ ده ما عندوش دم اصلا. بسيوني؟ يا فندم انا قطعت الدفعه كلها بسببه سعادتك. اهلا اهلا اهلا، هو فين اشوفه؟ سيادة اللواء عبد السلام باشا شخصيا جاي يزورني. ايه يا بابا؟ اه حبيبي، اول مره زورني في الاسم. ربنا يبارك ويبارك لي فيك. اهلا يا حبيبي، انا جايب لك مفاجاه كبيره قوي، جايب لك معايا السيد مساعد وزير الداخليه شخصيا، ومعاه بنته، بنت جولنار هانم. بس ايه يا بسوني؟ صاروخ يا ابني، صاروخ. يلا يا ابني تاني يا بابا. يا بابا قلت لك قبل كده انا ما ينفعش اتجوز واحده ما شفتهاش قبل كده. اسمع يا ولد، دي فرصتك الوحيده عشان تتنقل من الوحله دي. وبعدين يا اخي تعالى سلم على عروستك، كفايه انهم جايين لك لحد عندك. يلا يا فندم، ابني الملازم اول بسيوني ليه الشرف انه يجي يسلم على حضرتك. تمام يا فندم. هذا الشبل من ذاك الاسد. اهلا يا وحش، اهلا بسيوني. يا باشا يا ابني، روح شوف عروستك. يلا بسيوني. هذا
بسيون صباح الخير يا بسيون. صباح الخير، سلام وقورا من ربنا الرحيم. ايه ده شفت عفريت؟ ايه اللي بيحصل ده يا عبد السلام؟ دول اكيد بيلعبوا مع بعض يا فندم. اديني فرصه بس يا بسيون. يا جماعه استنوا بقى، عندي اقول لك على حاجه تانيه. حاجه ورايا يا بسيون. يا بسيون يقول لابسني يا بسيون. بس اتفضل يا بسيون يا حبيبي، تعالى اقول لك. استنى بس اقول لك على حاجه. أنا تأخر أوي يا عبد السلام. أكيد يا فندم بيتعرفوا على بعض. العاني يا بابا، العاني يا بابا. شفت بسيون يعمل فيا إيه يا بابا؟ البنت اتمرمطت، ابنك عمل في البنت إيه يا عبد السلام؟ مش عارف يا فندم، أكيد في سوء تفاهم. سوء تفاهم؟ أنا من دلوقتي هتبقى في سوء معاملة بعد كده. أشرح لك بس يا فندم، يمكن في أسباب نفسية. نفسية إيه؟ بلا نفسية بلا كلام فارغ. يلا يا بنت قدامي. يلا يا بابا والنبي اديله فرصة تانية. بلا فرصة بلا كلام فارغ. يلا اركبي العربية بلا نشيل التاني. والنبي يا بابا ده جميل وشبه قاصر الساري يا بابا. يلا يا بنت، يلا الجري قدامي. أنت أكيد مش وعيك. ايه اللي انت عملته ده يا ابني؟ ده مساعد وزير الداخليه، عارف يعني ايه؟ والله لو الراجل جاي لوحده كنت شلته على راسي، لكن جايب لي ولاده كلهم اتجوزهم. يا ابني ده دفعتي وانا عارفه كويس، ده راجل عنيف جدا ومش هيسمح لاي حد يكسر قلب بنته. طب بابا انا راضي ذمتك، دي فيها ايه الكسر؟ دي كلها سفنج. انت حر بقى، بستعمل كل اللي يجرى لك. بابا ده ممكن ينقلك غلايب شلاتين ولا حتى السلوم. ليه يعني يا بابا؟ هو جوازي من جورنان دي يعني مهمه قوميه؟ بعدين انت قلت لي صاروخ ودي طلعت قاعدة صواريخ. الله، ده بقى يا فندم الرجل المناسب في المكان المناسب. تاريخ مشرف من العمليات الناجحة، أقوى شخصية في دفعته. بيخدم فين الولد ده؟ في الأرياف يا فندم. لما هو كفاءة وجامد كده مش كنا احنا أولى بيه؟ ده من حسن حظنا يا فندم إنه بيخدم في منطقة مقطوعة، عشان لما نزرعه في وسط العيال دي وشه ما يبقاش معروف خالص. أنت شفت الولد ده؟ ها؟ ويا ريتني ما شفته يا فندم. بصراحة أنا أول ما بصيت في وشه خفت، جسمي أشعر لدرجة إن أنا فكرت أغيره ليكون أكبر من المهمة. بالعكس، واد زي ده هو المطلوب بالظبط. أنت شوقتني أشوفه. يومين اتنين يا فندم وإجراءات نقله تتم خالص. أنت لسه بتحبني؟ وأفضل أحبك طول العمر. بحبك. أوباش مسك ايديها، نكبس عليهم بقى ونعمل فندم والنبي. اصبر يا زفت، خليهم يسخنوا على بعض شويه، هنا نتفرج. انا مش عارف الحياه من غيرك كنت هقضيها ازاي. ما تخلص يا عم الرومانسي، ما تتعبناش، احنا في صحراء مش في جنينه الاسماك. حنين عليا طول انت. لا مؤاخذه يا باشا، اوباش كده سخن قوي، نهجم عليهم بقى يا باشا. يا ابني مفيش تلبس كده، كبيرهم محضر راغي في الطريق العام. فين يا حازم؟ هل تسمعني؟ حاول حاول الاتصال في وقت آخر. حاول. أنا نجدت يا حيوان. هيوة يا أبيه، ده الجهاز بيترعش من الفرح. حازم، تعرف الواد دفعتك اللي اسمه بسيوني عبد السلام بسيوني اللي بيخدم في الأرياف ده؟ طبعا يا باشا. عاوزك تجيبهولي من تحت قطيع الأرض، ما تدخلش مكتبي إلا وهو في إيدك. تجيبهولي حياً أو ميتاً. علم يا سعادة الباشا. يلا يلا. طب والتلبس ده يا باشا؟ يا ابني سيبك منهم، دول عاملين اللي فيها تمر وشرين. يا راي يلا. بابا معاك. أهلاً أهلاً، تأخرتوا ليه يا أولاد؟ عشان عمو ده لنا وزار. برافو يا حبايبي. أنا مالي يا بابا، إذا كانت انهارت ولا دخلت مستشفى ولا انتحرت حتى، ما تنتحر في 60 داهية. إيه؟ عملية تجميل؟ بابا هات لي جراح في مصر ممكن يجازف انه يشتغل فيها. هيشفط ايه ولا ايه؟ احنا لحقنا، ابوه ينتقم. وبعدين ينتقم بقى، احنا ما يهمناش حاجه يا بابا. ثانيه واحده يا بابا، ودني بابا اقفل عشان شكله فعلا هينتقم. بقول لك ايه، حازم حازم بسيوني بسيوني، الله يحرق سنينك. انت فين يا ابني؟ فاكر يلا لما كنت بغششك في الامتحانات؟ وكنت بس والله وحشتني بس. والله وانت كمان. طب فاكر يا لما كنا بنفك لك السرج من تحت الحصان وانت بتنط الحواجز؟ رقبتك كانت هتتكسر. بس مش فاكر يا باشا. برضه مش فاكر، انت هتصعبط عليا. بنسى الحاجات دي انا. والله وحشني. وانت كمان يا بسيوني. قول لي يا حازم بالحق، انت ايه يعني، ايه اللي فكرك بيا؟ والله يا باشا انا جاي اقبض على حضرتك يا سيدي، على الهزار واللطافه. جاي اقبض عليك يا بسيوني. جيت
تقبض عليا انا؟ بجد بس لو النبي اديني بقى ايدك الشمال. ومين اللي جاب لك الكلبشات دي؟ دي جايبينها لي هديه في عيد ميلادي. الف لا باس. يا حازم بلاش هزارك الغبي ده وفكني. افكك ايه يا باشا؟ ده انت شكلك عامل مصيبه. ولا مصيبه ولا حاجه، كل اللي حصل انا احكي لك ان انا رفضت اتجوز جورنان، عايزين يقولوا لي حلايب وهتمرمط. يا باشا لا فيها جورنان ولا حلايب، ده موضوع اكبر من اللي انت بتقوله. قال لي هتقوله حيا او ميتا. يا عم ولا اكبر ولا حاجه، انت عارف الموضوع ده حله ايه؟ دبله وبوكيه ورد. فكني بقى يا حازم. ورد ايه يا ابني؟ انت اطلع قدامي. اتفضل. يا فقر ادوحشني ادوحشني يا مسوني خلاص. تعالى تعالى ابعت لك عيش وحلاوه كل يوم. يا فقر كل يوم ابعت لك عيش وحلاوه. يحيى العدل يحيى العدل. قدامي. تمام يا فندم، قبضنا على ضابط بسيوني. الله يخرب بيتك، انت ايه اللي حببته ده؟ انت في ايه في دماغك؟ ربط الكرفس؟ ليه بس يا بيه؟ سعادتك قلت لي عايزه حيا او ميتا، انا جايبهولك يا فندم اهو بدون اي نقطه دم واحده سعادتك. طب هرب من قدامي. و حسابي معاك بعد. امشي. شفت يا عم هو زعل؟ يا ريتني ما وقفتك تجيب ورد. اسف يا باشا. افتح الاساور بتاعت الباشا يا فندم. اطلع بره يا حازم. معلش احنا اسفين على الموقف البايخ ده. لا يا فندم مفيش حاجه، احنا خلاص هنبقى اهل. جورنان اخبارها ايه يا فندم؟ انت هتبتديها على ماذا؟ ما خلاص قلنا احنا اسفين، عاوزك بقى تصحصح معايا تشد حيلك. انا هشد حيلي واصلح غلطتي تماما يا فندم، يعني بس كان ليا رجاء عند حضرتك، بلاش حلايب، انا اساسا تعبان في الارياف. انت باين عليك متعب ولبط، ايه اللي انت شايله؟ دي حاجه بسيطه يا فندم، ان شاء الله الف سلامه على بنت سياده مساعد الوزير. هي عيانة؟ وحضرتك ما تعرفش؟ عندها ايه؟ سرع يا فندم. ايه؟ سرع يا فندم، سرع! ألف سلامة للهارم الصغيرة يا فندم، ربنا يشفيها لسعتك. مش ده؟ مش ده؟ ورد ايه وهاني مين؟ ايه التهريج ده هناك ده؟ ده حاجة بسيطة يا فندم، ده أنا الود ودي كنت اشتريت جنينة بحالها لبنت سعادتك. مالها بنتي؟ هي مش عيانة يا فندم. مين اللي قال لك كلام الفارغ ده؟ الضابط بسيوني يا فندم. والله ما اعرف يا باشا انك مخلف اساسا. هو لعب عليك يا نجدت، باين عليه لبط فعلا زي ما بيحكوا عنه. شايف سعادتك؟ شايف نظره الشر اللي في عينيه؟ صقر يا فندم صقر. خلاص خلاص انا متفائل بيه، والوزاره كلها متحمسه له، بيقولوا ان ده هو الشخص المناسب. انا عايز نتائج مبهره، التزموا السريه التامه. ها جاهزين؟ تمام يا فندم. على بركة الله. نجدة باشا الحقني يا فندم. خير في ايه؟ ده ملف الضابط باسيوني من كلية الشرطة وتقارير خدمته. كويس، ايه المشكلة؟ كل التقارير يا فندم بتقول ان الأول على دفعته 3 سنين وكان مساعد كلية في السنة الرابعة. ايه؟ ده غير الأخلاق والأدب والمثالية اللي هو فيها، ده كده طلع ورور يا فندم. يا نهار اسود. ورور. وريني. بسيوني علي جرى من مراسيلك علي جرى بس ما فيك ولا احكي لك علي جرى وامسح دموعي من ايدك علي جرى بس ما فيك ولا احكي لك علي جرى
سلام رغبة العجال يا محمود عبد العزيز فتح الراديو ولقى مصر غالبة كله تمام يا باشا الحمد لله الأمن مش مستتم والنفوس مش صافية وشكلها كده عركة كبيرة بين أهل العريس وأهل العروسة وهنطلع النهاردة من 30 محضر يا عم اختف أنت بقوا 31 ألف مبروك يا عريس ألف مبروك أمال فين العروسة يا ريتني ما سألت أهلا وسهلا يا باشا أوعى أنت كده أوعى أهلا يا باشا اتفضل يا باشا اتفضل عند أهل العريس يا باشا اتفضل عند أهل العروس عند أهل العريس ولا أهل العريس ولا أهل العروس أنا هقعد في أرض محايد ومالك أهلا وسهلا أهلا وسهلا ألف مبروك الله يبارك فيك يا إيه يا إخواني دي البلد مقلوبة بره مالكم إحنا جايين نهدي النفوس بعدين يعني أنتوا برضو أهل وحبايب ومهما كان دليلته العمر ها رواقوا لا مؤاخذة سعادة الباشا الفرح بصراحة ما يليقش بمقام سعادتك ولا بمقام ابني كمان ده خلى رقبتها زي السمسمة ايه يا جدع انت الكلام الماسخ اللي بتقوله ده ايوه ده سؤال مهم تقصد ايه بالكلام الماسخ ده بذمتك يا سعادة الباشا لو انت بتجوز بنتك تستخسر فيها نانسي عجم لا اللي يستخسر في بنته حاجة يبقى راجل ناقص واطي ومعفن ايه احنا جايين نهدي النفوس ايوه الله اكبر سعادة الباشا قال الحقيقة يا راجل يا معفن كلم الحاج يا نيتن كلم الحاج يا تحفه ما هي كلم الحاج هي تقول ده مرمطك مش هين عليك تبيع قراط من القراطين اللي حيلتك عشان خاطر تعمل فرح بنتك يا اخي اتحرق القراط هو في اغلى من الضلع ايوه قول له يا باشي بدل يعني ما كان يطول لسانه ويقل في ادبه بالشكل دي كان دافع مهر عالي يليك ببنتي لا إيه؟ كده الكلام اختلف هو دفع كام ما تقولوش أيوة لا هقول له اقول دفع 500 جنيه صراحه يعني ده مبلغ قليل فعلا معلش يا حاج ما انت برضه بتشتروا راجل هي كمان ما تسويش اكتر من كده لا 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 يا جماعه بقى كده عارفين المنطقه اللي احنا فيها دي منطقه اعراض اعراض امال انت فاكر ايه هي حصاله اعراض ايه احنا في ده اعراض طب وعلي بقى كده يا باشا ايوه اعراض اوعى اوعى من جد دخلنا في اعراض الله 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 ايه يا اخوانا اللي بيحصل ده مش كده يا جماعة اهدوا بلاش توتر ما ينفعش اللي بيحصل ده ما تحسسونيش ان انا السبب مش عشان فكرنا مع بعض بكلمتين ده انتوا اهل وحبايب 35 محضر يا اخوانا مش كده ما يصحش حاجات تافهه تاثر فيكم ايه يعني المهر 500 جنيه حصل ايه فرح زباله قاعدين فيه عادي 18 محضر انت يا بلدي 19 محضر ايه بلدينا دي انت ما تعرفنيش ولا ايه لا والله ما حصليش الشرف انا المخبر اول سباعي السباعي المخبر الخصوصي الحظ ضابط بسيوني راح الامن في المنطقه كلها قلت الضابط بسيوني ايوه الضابط بسيوني يبقى البشائر بانت من اولها إيه لكن ما قلتليش انت مين بقى لا انا بفضل خيرك اللواء نجدت يا حيوان يا ناريس مش مغزى يا باشا اللواء في حاله وبعدين ما الراجل صلح غلطته اهو يعني واتنيل على عينه اتجوزها فين سبع البرومبا الضابط البسيوني بتاعك؟ بيولعها جوه يا فندم عشان نسترزق ولا نسترزق في ايه؟ ايوه نسترزق محاضر وشغل للجسم وبرضه خير للداخليه كلها والله ايوه قلت لي انك مخبر ايوه مخبر انت بقيت عسكري نفر خش وريني الضابط البسيوني فين؟ ما دام عسكري نفر خش لوحدك خش يا حيوان قدامي مش داخل امشي مش انتباه يا عسكري مش انتباه بس مش انتباه ايوه مش انتباه تكلمت عسكري يا جماعه كده ما ينفعش هو عشان فضفضت مع بعض ما انت قلت له يا معفن قال لك يا نتن يعني شتيمه ما تنزلش مش هعمل ايه يا حظاظ كمان يا فندم ايه اللي جابك انت واقف هنا بتعمل ايه بمتص التوتر عشان الهدوء يا فندم خناقه بشادر والناس بتبوظ بعض وانت واقف تتفرج على الحظاظ انت هل انت اللي بتضرب بكرسي على عارفك وعبيتك في الحجز يا فندم لو تسالني في المواقف اللي زي دي اقول لك الحكمه احسن من العنف دول بيتخانقوا من 6 وربع اديهم 5 دقايق هيناموا انت هتصرف ولا اتصرف انا نجدك باشا اتصرف بسرعه يا الضابط تمام يا فندم اتصرف بسرعه Thank you.
قلت لك اديني البدله خليني امشي. اقول لك خليها لك انا همشي كده. تمشي كده يا فندم ازاي؟ اعمل لك ايه؟ كلها نص ساعه والبدله هتنشف. وبعدين يا فندم انا مش عارف انت متعصب كده ليه. هات خرطوم ميه اضربه في عينيك وفي صدرك. شوف نفسك هتعصب ولا مش هتعصب. لا مش كنا بنفض يا فندم. تفض ايه؟ بنفض من العريس وعروس. حاسب بس عشان ما تتبلش. اتفضل. وبعدين يا فندم يعني شوف اجعص المواقف في الحياه بتتحل بالهدوء وبالحكمه. حكمه ايه؟ هو انا وقعت في ايدين دكتور نفساني؟ طب لعلمك بقى يا فندم اكتر حاجه كنت بحبها في الكليه ماده علم النفس. يعني مش عارف كده بتخليك تتحكم في النفس البشرية. أنا كنت فاكرك وحش لما زرعك في وسط شوية عيال بيتاجروا في المخدرات في الجامعة هتشرفني. يا فندم من فضلك ما تستعجلش في الحكم على الناس. وبعدين أنا الأول على دفعتي 4 سنين. يا فرحتي بيك الأول على دفعتك 4 سنين. ما هي دي المصيبة، دي الكارثة اللي مش هتخليك تصلح للمهمة اللي أنا كنت عايزك فيها. يا فندم اديني فرصة من فضلك. أنا ما خدتش فرصة حقيقية أثبت فيها كفاءتي. انا مش بعمل تجارب عشان يصيب يا تخيب. يا فندم انا من بكره الصبح حاول في اجراءات نقلك. يا فندم من فضلك اديني فرصه اشرح لك. خلاص يا فاشل. فاشل يا فاشل. بلاش يا فندم الكلام ده. بتعصبك يا فاشل. بتعصبك يا فاشل يا فاشل يا فاشل يا فاشل. الله في ايه يا فندم؟ يا فاشل صيحت لي في المكان. انا ليه حساب مع الكلب اللي دبسني فيه؟ طب انا عايزك طب البس هدومك يا باشا. ومش مديني أي فرصة قبل فوزية، على طول بيحبطني كده وبيخلي ثقتي بنفسي تقل. يعني النهاردة مثلاً سبت عملية ورحت نفذت له مهمة، بدل ما يشكرني بيهزقني قدام بسيوني بسيوني، رغم إنه عارف إنه صاحبي ودفعتي. معلش يا حازم يا حبيبي، هو نجدت كده طول عمره بيحرجني قدام أهلي. فين أهلك دول يا مدام؟ ردي عليا، فين أهلك؟ ده غبي بقى بسيوني لبط وواطي. انت عاوز تلبسني في الحيطه؟ اعمل لك ايه يا ابي؟ ما انت مش عايز تنقلني عندك المكافحه، وانت عارف ان انا شاب مكافح وقد كل حاجه، وحطيته مكاني فاضطريت اكذب واخبط في الدفعه كلها. تكذب عليا؟ عاوز تضيع مستقبلي ومستقبل اختك الغلبانه دي؟ انا عارف ان اخرتها هتنقل موسيقى الشرطه، وانا ما في صحه اني افخل كلارينيت. ما تقلقش يا ابي، ابقى انفخ انا مكانك. لسه بتهزر؟ انت بيهزر، اخوك بيهزر. تعال تعال يا حازم، تعال تعال هفهمك بالعقل كده يا بيه. كده يا بيه بوظت لي الرجيم يا بيه. يا فندم انت عصبي معايا قوي، يعني اديني فرصه. تتخطاني تروح تقابل السيد مساعد وزير الداخليه؟ بتورطني فيك؟ اسمع بقى المهمه اللي انت متماسك بيها، وريني هتعملها ازاي. اقوم امشي يا فندم؟ يا ريت والله، شكلك كارهني. والله يا ريت تمشي. انت لو فتحت قلبي دلوقتي تلاقي نفسك ماشي. يا ده حلم حياتي ان انا عامل ايه متورط فيك. جامعه دي اسمها جامعه الصفا الدوليه، في عيال في الجامعه دي متورطين في شراء مخدرات من بره. الوسيله اللي بيجيبوا بيها المخدرات لسه لغايه دلوقتي احنا ما نعرفهاش. هدف المهمه يا استاذ بسيوني الدخول بسرعه وسط الشله بتاعت العيال دي. طارق الكرمي الشهير بفرق مانشستر ده عامل لي فيها زعيم الشله، وبايظ ابو امه عايشين في الخليج بس بيصرفوا عليه بزخ. دي بقى يا سيدي مايا عبد الحميد، ابوها راجل اعمال كبير بس بنت غريبه وتصرفاتها اغرب منها. ده بقى حمزه عبد الحق الشهير بحمزه مارتن، مطرب فاشل بس عامل فرقه وبيغني فيها. انجي صلاح السهلي دي أهم واحدة في الشلة، حفلات العيال دايماً في بيتها هي. العيال دي بقى علشان تعرف سرهم وعلشان يحسوا بالأمان من ناحيتك لازم يحسوا إن أنت الزعيم عليهم، والزعامة دي ما تجيش إلا من قلب أسد. قلبك هيبقى أسد؟ شوف يا فندم والله أنت لسه ما شفت قلبتي. هتبقى قلب أسد؟ هفاجئك. يا ريت تفاجئني يا بسوني. أنت خدت كل المعلومات، وريني بقى هتستعد للمهمة دي ازاي.